هنتكلم عن السيستم سوفت وير. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن ابلكيشن سوفت وير، فالنهارده هنتكلم ايه الفرق بين السيستم سوفت وير اند ابلكيشن سوفت وير. هنعرف الفور تايبس اوف سيستم سوفت وير، هنعرف البيزنج فاكشن بتاعه الاوبريتنج سيستم، هنعرف الموبايل اوبريتنج سيستم، هنعرف الديسكتوب اوبريتنج سيستم، هنعرف اليوتيليتيز. هنا احنا بنقول ايه في المقدمة؟ بنقول ان الكمبيوتر ابليكيشنز بقينا بنستخدمها على طول، عشان كده في حاجة برامج مهمة هي دي اللي احنا ممكن ما تبقاش ظاهرة بالنسبة لنا، ولكن هي ليها دور مهم جدا ماشي في الاستخدام، اللي هي السيستم سوفتوير، اللي هي including ايه؟ operating system والutility programs والdevice driver. السيستم سوفتوير هو دوت الوسيط ما بين الكمبيوتر هاردوير والابليكيشن سوفتوير، تمام؟ زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت الابليكيشن سوفتوير ما ينفعش يتسطب على الجهاز من غير ما يكون في سيستم سوفتوير، ومن جوه السيستم سوفتوير في حاجه اسمها اوبريتنج سيستم اللي هي زي الويندوز، تمام؟ فانا من غير الويندوز ما اقدرش اسطب برنامج زي مايكروسوفت اوفيس، تمام؟ فهو ايه؟ نعرف السيستم سوفتوير على انه work with end user application software and computer hardware، تمام؟ includes operating system, utilities, device driver and language translators، تمام؟ احنا قلنا الثلاثة الاولين وعارفينهم operating system والutilities والdevice drivers هما دول الرئيسيين، ولكن هو هنا ضاف عليهم حاجة اللي هي language translators. طيب يعني ايه operating system؟ هنمسك ده كل حاجة ونشرحها، اوكي؟ فاحنا قلنا system software في operating system، تمام؟ وutilities، تمام؟ وdevice drivers. فأول حاجة الأوبريتنج سيستم هو عبارة عن إيه؟ A collection of programs that handle technical tasks، تمام؟ طب الفانكشن بتاعه إيه؟ اللي هو manage resources providing user interface runs application، والكلام ده إحنا قلناه قبل كده. الفيتشرز زي ما إحنا شايفين كده إن هو بيعمل إيه؟ booting اللي هو starting or restarting the computer، هو اللي بيخلي الكمبيوتر يشتغل، تمام؟ طيب زي ما هو عامل كده زي في الصوره زي ما انتم شايفين، انا عندي ايكون، عندي تاب، عندي ويندو، عندي فولدر، عندي فايل، عندي مينيو، عندي ديسكتوب، تمام؟ يبقى في كذا حاجه عندي، وهو ده اللي احنا بنتعامل ويندوز اللي احنا بنتعامل معاه عادي، تمام؟ لان هو المثال للاوبريتنج سيستم احنا قلنا هو الويندوز، لان فضلت انتم شفتوا الكلام ده قبل كده. طيب الكاتيجوريز بتاعت الاوبريتنج سيستم، يعني الاوبريتنج سيستم دي مش حاجه واحده، لا هما 3 بيزك كاتيجوريز. اول حاجه اللي هو الامبيدد اوبريتنج سيستم، ده اللي زي موجود على السمارت فون بتاعك. عندي ستاند الون اوبريتنج سيستم، ماشي، اللي هو اسمه هو الديسكتوب اوبريتنج سيستم، تمام؟ ده اللي بيبقى موجود على البي سي بتاعك، على اللابتوب، ماشي، ده احنا قلنا زي ايه؟ الويندوز. وعندي حاجه اسمها نت اوبريتنج نتورك اوبريتنج سيستم، تمام؟ دوت اللي انا ببقى محتاجاه عشان اعمل لينكينج بتوين مور ذان وان كمبيوتر، ماشي، اللي هو ايه؟ بيبقى موجود على النتورك سيرفر زي ايه؟ الويندوز سيرفر، اللينكس واليونكس. الموبايل اوبريتنج سيستم اللي هو امبيدد اوبريتنج سيستم، ده زي ايه؟ زي الاندرويد، تمام؟ اللي احنا كلنا بنتعامل بيه، مفيش اي مشكله فيه. هو من صفاته ان هو بيبقى less complicated and more specialized for wireless، يعني بيبقى سهل للناس انها تستخدمه، اوكي؟ لان هو طبعا المفروض ان هو بيبقى متوفر في ايد الناس كلها، تمام؟ فبيبقى حاجه سهله انها تستخدم. هنا هنتكلم على الديسك اوبريت ديسك توب اوبريتنج سيستم، تمام؟ هو بيقول لي اللي هو اربع انواع اللي هي مستخدمه اكتر، اللي هو الويندوز والماك اوبريتنج سيستم اللي هو بيستخدم بالابل، واليونكس واللينكس. في السلايد دي هو بيفرق بين تو اوبريتنج سيستم اللي هما اليونكس اند لينكس. اليونكس اوبريتنج سيستم هو ممكن يكون سيرفر اون ذا ويب، ممكن يستخدم للمين فريم كمبيوتر، ممكن يستخدم للبيرسونال كمبيوتر. لو تفتكروا اول محاضره احنا قلنا في انواع للكمبيوتر، وقلنا ده في مين فريم وفي سوبر كمبيوتر وفي بيرسونال كمبيوتر، تمام؟ فاليونكس هو مش خاص بس بالبيرسونال كمبيوتر، لا، ممكن يستخدم على المين فريم والسيرفر. اللينكس هو فيرجن من يونكس، هو بديل للويندوز، تمام؟ هو اوبن سورس وفري. فري احنا عارفين ان هو معناه ان هو مجاني، مش زي الويندوز بفلوس، اوكي؟ لكن اوبن سورس معناها ايه؟ اوبن سورس معناها ان الكود بتاعه مفتوح. يعني ايه الكود بتاعه مفتوح؟ اي برنامج، تمام، عباره عن ان انا عشان اعمل البرنامج دوت واكون الانترفيس بتاعه، ان انا بكتب كود، تمام، اللي هو لغه برمجه، تمام، ودوت انتوا هتدرسوه السنه الجايه ان شاء الله،
ماشي، هتكتب لغه برمجه اوكي علشان تقدر توصل للبرنامج ده، سواء البرنامج ده ابلكيشن سوفت وير او ايه سيستم سوفت وير. اوكي، فالاوبن سورس مفتوح، يعني الكود ده مفتوح تمام، ممكن ان انت تعدل فيه. هنا هنتكلم عن الفيرتشواليزيشن. يعني ايه فيرتشواليزيشن؟ يعني ان انا اقدر اعمل انزل تو اوبريتنج سيستم على نفس الجهاز. ability to support multiple operating system on a single physical machine. The virtualization software, each virtual machine appears as a separate independent computer, host operating system and guest operating system. احيانا كنا احنا بنحتاج زمان ان احنا ننزل تو اوبريتنج سيستم، يعني مثلا ويندوز 98 وويندوز ميلينيوم ننزلهم على نفس الجهاز، يعني مثلا في برامج بتشتغل على الاوبريتنج سيستم ده وفي برامج بتشتغل على الاوبريتنج سيستم التاني، فانا اقدر انزل الاثنين. او مثلا عندي جهاز ابل لكن البرامج بتاعت ابل مثلا غاليه جدا فانا بنزل عليه ويندوز، فدوت اللي بيتقال عليه فيرتشواليزيشن تمام. وهنا بيبقى فيه حاجه اسمها هوست اوبريتنج سيستم، يعني اوبريتنج سيستم اساسي، وجست اوبريتنج سيستم اللي هو الاضافي او الضيف. يوتيليتيز، اليوتيليتيز احنا قلناها قبل كده تمام، هنقول ان هي ايه؟ سبيشالايزد بروجرامز تو ميك كومبيوتنج ايزير، بعض البرامج اللي بتساعدني على ان ايه التعامل مع الكمبيوتر يبقى اسهل، زي ايه؟ ترابل شوتينج اور دايجنوستيك بروجرامز. دي بتعمل ايه؟ لما بيبقى في مشكله مثلا بيجي يقول لك طب تعمل ترابل شوتينج، ويبدا يقترح عليك حلول تعملها، وممكن جدا ان هي ايه تحل لك المشكله دي. في الانتي فايروس بروجرامز، في البيك اب بروجرامز تمام، اللي هي بتعمل ايه البيك اب بروجرامز؟ اللي هي كوبي الفايلز تو ريستور اف نيسيسري، يعني بتعمل لك كوبي نسخه تانية من الفايلز بتاعتك علشان تعمل ريستور تستعيدها لو ايه حصل مشكله في الجهاز. طيب الفايل كومبريشن بروجرامز اللي هي برامج بتعمل ريديوسنج للسايز اوف فايلز، اللي هي بتقلل ماشي حجم الفايلز اللي عندك بحيث انها توفر لك مساحه تمام في التخزين. Virtual assistant. Virtual assistant هو utility that coordinate personal data across several applications and provides a more intuitive way to interact with your computer, phone or tablet. هو لما بتسطب بويندوز مثلا او اي برنامج بيبدا يعمل لك assistant فيه كده. Assistant ده بيساعدك ماشي، يعني حاجه زي personalization ماشي للخدمات اللي هو بيقدمها. يعني مثلا لو انت عايز منبه يقول لك مثلا في حاجه معينه هتحصل في وقت معين تمام، فينبهك للحاجه دي تمام، فوضت الفيرتشوال اسيستنت. ويندوز يوتيليتيز، احنا اتكلمنا عن اليوتيليتيز بشكل عام، لكن تعالوا نتكلم عن ويندوز يوتيليتيز ان احنا بنستخدمه تمام. هو ويندوز اوبريتنج سيستم، اول حاجه هو بيعمل ايه؟ الفايل هيستوري كان كرييت ا بيك اب فور يور هارد درايف. بيك اب يعني نسخه ثانيه ماشي للهارد درايف بتاعك، يبقى انت لما تحب تسترجع النسخه دي تقدر تسترجعها. ديسك كلين اب ايدنتيفاي اند اليمينيت نون اسينشال فايلز، ان هو بيعمل ايه؟ بيشوف الفايلز اللي انت ما بتستخدمهاش ويبدا يعرض عليك ان هو يعمل ديليت للفايل ديت بحيث ان هو يفضي ليك سبيس تاني على ايه الهارد درايف. الديسك ديفرجمنتر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، هو بيعمل ايه؟ ري ارينج فايلز اند ان يوز ديسك سبيس تو اوبتمايز بيرفورمانس، يعني هو بيخليك ان انت تنظم الفايلز بتاعتك بشكل معين بحيث ان انت لما تيجي تسترجعها بيبقى الموضوع اسرع واسهل. طيب تعالوا نتكلم على الفايل هيستوري تمام، اللي هو اول واحد اللي احنا اتكلمنا عليه. هو يوتيليتي بروجرام انكلودد ويز ويندوز 10 ميكس ا كوبي اوف اول فايلز ان ذا لايبرريز كونتاكتس فابريكس اند ذا ديسكتوب هيلبس بريفنت ذا افكت اوف ديسك فيلير. يبقى احنا زي ما قلنا هو هيعمل كوبي من الفايلز بتاعتك، فلما تقدر ما يحصل ديسك فيلير تمام تقدر انك تسترجع البيانات بتاعتك. تاني حاجه الديسك كلين اب، زي ما قلنا ايه ان هو ايدنتيفاي اند اليمينيت نون اسينشال فايل فيز اب فاليبل سبيس اند امبروف سيستم بيرفورمانس. هو جايب لك يجامل كده ان انت بتعمل ديليت للفايلز اللي انت مش محتاجها، فبالتالي ده بيسرع الجهاز وفي نفس الوقت بيخلي ان في سبيس فاضي على الجهاز بتاعك. الستورج يوتيليتي بروجرام انكلودد ويز ويندوز 10 برضو اليمينيت ان يوز ذا فايلز اند ابلكيشن جيفز اوبريتنج سيستم ذا سبيس نيدد تو ران ات بيك افشنسي. اليوتيليتي سويت هو كومباين سيفرال بروجرامز انتو وان باكج. ذيس اكسبنسيف بوبولار سويت زي ايه بيت فندر ونورتن يوتيليتيز وكاسبر سكاي.
يبقى احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا ان في مجموعه من السوفت وير بتتباع مع بعض. لما قلنا ان هو دي باكج مع بعضها بيبقى كذا برنامج زي مايكروسوفت اوفيس. لكن في اليوتيلتي هنا تمام بنتكلم على ايه الحاجات اللي هي زي مثلا انتي فايروس ماشي اللي هو كاسبر سكاي نورتون وبيت ديفندر. بيبقى مجموعه من البرامج تتباع مع بعض تمام، وده بيبقى طبعا ارخص من ان انا اشتري كل برنامج لوحده. طب ايه الكاريرز الـ NIT؟ عندنا هنا هنتكلم على كمبيوتر سبورت سبيشاليست او التكنيكال سبورت سبيشاليست او هيلب ديسك تكنيك. ايه وظائف تمام كلها دي متعلقه ببعض تمام، هي في الاخر يعني مسمى وظيفي واحد. واحنا اتكلمنا على الكلام دوت برضو قبل كده تمام. طب نقول هو بيعمل ايه؟ هو بيرفايد تكنيكال سبورت تو كاستمر اند اذر يوزرز. يبقى هو بيبقى شغلته ان لو في مشكله انت بتكلمه وتقول انا عندي المشكله الفلانيه، سواء انت بقى يوزر مثلا في شركه ماشي ودوت التكنيكال سبورت بتاعك، او انت يوزر مثلا اهو كده في البيت وبتتصل مثلا بتي داتا اللي هو التكنيكال سبورت بتاعهم وتبدا انك تطلب منهم ايه خدمه عشان مشكله عندك تمام. طب هو بيعمل ايه؟ بيسولف الكومن نتوركينج بروبلمز، لو في مشكله في النتورك يبدا يحلها. اللي يعمل ترابل شوتينج بروجرامز ماشي، لو في مثلا مشكله تانية في الجهاز يبدا يعمل ترابل شوتينج لحد ما ايه يقولك المشكله في كذا ويحلها. employers look for an advanced associate's degree or baccalaureate degree. ملهاش يعني تخصص معين، ولكن اي حد في الكمبيوتر يقدر ان هو يشتغل الوظيفه دي بيقدر ان هو يشتغلها. اوكي هنا بعض الاسئله، يا ريت برضو تراجعوا اسئله الكتاب وتحلوها تمام. وطبعا احنا كده عرفنا يعني ايه سيستم سوفت وير، عرفنا يعني ايه اوبريتنج سيستم، عرفنا يعني ايه موبايل اوبريتنج سيستم، عرفنا يعني ايه ديسكتوب اوبريتنج سيستم، اليوتيلتيز تمام. فيا ريت بس تراجعوا اسئله الكتاب وتحلوها. شكرا ليكم.